أهلا بحضراتكم من جديد. أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء مد كابلات وتركيب محولات ولوحات لتوزيع وتشغيل 23 محطة صرف صحي في محافظة الشرقية. من جهته قال محافظ الشرقية أنه تم تنفيذ 10 لوحات توزيع كهرباء خلال العام الماضي لتخفيف الأحمال وتحسين الخدمة والعمل على استقرار الكهرباء خصوصا في فصل الصيف، فيما يتم حاليا تنفيذ 5 لوحات أخرى للارتقاء بمنظومة الكهرباء داخل المحافظة.